اليوم عندنا الافتتاح ديال بيغان اللي هو عبارة عن قاعة شاي ريستوران وممول الحفلات. الاختيار ديال الاسم بيغان ما كانش هكاك جا صدفة، بحال اللي كتعرفوا بيغان بالعربية يعني الحب، وهذا هو اللي كنا كنقلبوا عليه، ان الزبناء من يجيو عندنا يلقاو الجو بحال جالسين في الدار. بما يخص لا ديكوراسيون كنا باغيين نمشيو على واحد ليدي انهم يلقاو اون امبيونس كوزي، يلقاو لو كونفور، يلقاو شي حاجه رافيني. بما يخص لا كارت خدمناها مع واحد لو كونسلتان انترناسيونال اللي هو مكننا اليوم باش نحترموا لي نورم دو سيكوريتي ان تيرم ديجين اليمونتير. وعن مقاريب ان شاء الله غادي نفتتحوا ليتاج اللي هو غادي يكون عباره عن قاعه بور تو سكي ايفينمون، يكون الشركات ولا لو بارتيكولير. والساعات ديالنا فاش تنخدموا في بيغان هي من 7 الصباح ل 9 الليل. وشكرا. ما تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.